الموازنة الأرضية يمكن تطبيقها بثلاث طرق بجهاز الفورس. سوف نبدأ مع الموازنة الأرضية الأوتوماتيكية. أولاً، جد بقعة من الأرض بحيث لا يكون فيها أي معادن. اضغط بشكل مستمر على زر الموازنة الأرضية وحرك قرص البحث إلى الأعلى والأسفل من حوالي 15 سنتي إلى 20 سنتي للأعلى وللأسفل لحوالي 3 سنتيمتر من الأرض، واستمر بذلك حتى سماعك صوت نغمة تشير إلى أن الموازنة الأرضية قد تمت بنجاح. قيمة الموازنة الأرضية سوف تظهر على الشاشة الرئيسية وأيضا على الشاشة الرقمية التي على المقبض. الموازنة الأرضية اليدوية، اضغط ثم اترك زر الموازنة الأرضية لمرة. حرك قرص البحث إلى الأعلى والأسفل من حوالي 15 سنتيمترا إلى 20 سنتيمترا للأعلى لحوالي 3 سنتيمترات من الأرض، واستمع إلى الأصوات. إذا حصلت على أصوات أعلى من وقت رفعك القرص لأعلى، هذا يعني أن قيمة الموازنة الأرضية منخفضة جدا، وبمعنى آخر الأرض سالبة، ويجب أن تزيد قيمة الموازنة الأرضية عبر الضغط على مفتاح أعلى حتى يتم القضاء على الصوت أو يصبح أضعف. عندها يمكنك تصفية وتنقيح الإشارة بواسطة مفتاح الزائد. من جهة ثانية، إذا كانت الأصوات أعلى عند خفضك للقرص باتجاه الأرض، هذا يعني أن الموازنة الأرضية مرتفعة جدا، وبمعنى آخر الأرض سالبة وعليك أن تخفض الموازنة الأرضية باستخدام مفتاح الأسفل. إذا كانت الأصوات لم تختفي بشكل نهائي لكنها أصبحت أضعف، عندها يمكنك تصفية أو تنقيح الإشارة بواسطة مفتاح الناقص. المتابعة الأرضية، لأداء أفضل ننصحك باستخدام المتابعة الأرضية في وضع البحث العام. مع هذه الميزة لا يحتاج المستخدم لإجراء أي تعديلات. المتابعة الأرضية يمكن تفعيلها من خلال تفعيل مفتاح التتبع الأرضي إلى الوضعية 1. طالما حركت قرص البحث على سطح الأرض سيقوم الجهاز بتحديث إعداد توازن الأرض. عند تنشيط التتبع الأرضي الجهاز قد يصدر إشارة مسموعة بصوت عال عند مواجهة تغير في ظروف الأرض أو صخور ساخنة. عند تحريك قرص البحث بضع مرات على البقعة حيث تتلقى إشارة فإن الصوت يصبح أضعف أو تختفي بعد بضع مرات، ولكن عندما تواجه المعدن فإن الصوت لا يتغير أو فقط يصبح أضعف عند التحريك أكثر من مرة.